حصدت مصر المركز الأول في البطولة العربية للجودو للأندية البطلة التي استضافتها مدينة العلمين الجديدة خلال الفترة من 22 إلى 28 من أغسطس الجاري. ونجح عمر محمود عبد الفتاح في الفوز بلقب البطولة في منافسات تحت وزن 55 كيلوغرام، فيما احتل المركز الثاني أسامة سعدي لاعب نادي شرطة الرياضي العراقي. وشهدت الوفود المشاركة في البطولة بالتنظيم والاستقبال في مدينة العلمين التي شهدت إقامة العديد من البطولات الرياضية خلال المهرجان.